اسمعي اسمعي اسمعي. قيل أن موسى عليه السلام مر على قبر رجل، الأنبياء بيسمعوا عذاب القبور، دليل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهم يعذبان ليعذبان. فموسى عليه السلام وجد رجل يعذب فمشى، فلما جن الليل رجع موسى بنفس الطريق وجد القبر ينعم ونور وملائكة وما أعرف إيه، فقال يا رب صباحا يعذب مساء ينعم؟ قال الله عز وجل يا موسى، لأنه كليم الرحمن، اسمعي، قال يا موسى سبحان الله استحييت أن أعذب عبدي تحت الأرض وابنه يستغفر له فوق الأرض، استحييت أن أعذب عبدي تحت الأرض وابنه يستغفر له فوق الأرض. الله رفع عنا العذاب لأن ولده يستغفر له. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ أو ولد إيه؟ ها؟ صالح يدعو له صدقة جارية. علمتي؟ هل بقي من بريمة شيء؟ قال نعم الدعاء لهما. بقي من بريمة شيء؟ قال نعم الدعاء لهما.